صدقني يا عمي ابو عصام مالي علم انه الزلمه بتدين منه مره ثانيه. ولا ما صار شيء يا عمي الله يرضى عليك. هلا تروح مع منين عند عمك ام مرزوق استاذن منه ونط الصفحه. بس انا يا حكيم بدون بس الله يرضى عليك قد ابوك هاد صبره وصبر ابوك فهمت هاي؟ امرك عمي امرك. خلصي هلا عمك ابو عصام بحلها. تعال هيك شوف يلا تيسر. تعال شوف تعال. يسعد لي صباحك حكيم. اهلين ابو ادهم. مرحبا حكيم. اهلين ابو عبدو. السلام عليكم ابو مرزوق. عليكم السلام. اهلين ابو عصام اهلين. اهلين. مرحبا عمي. عمي والله انا ما عاد شفته لصاحبي ولا لي علم انه لك معه 5 ليرات. 5 ورات ونص. 5 ونص خلاص بتاخذهم مني من عيني هي قبل هي. بس بدك تصبر علي شوي وتسامحني. يا شباب انا باب مرزوق شعو شاب قد الحوره يغزل عين حوله عم يترجاك ويستسمح منك. خلاص اخي بالنسبه للديني انا كفلانه. خلاص عمي مشي الحال وصلوا اخي يا هشام وصلوا. خلاص عمي انا غلطت منك السماح سامحني سيدي سامحني. الله يسامحك الله يرضى عليك. لك ربي يخلينا اياك يا طيب يا امير يا عدى. يلا احلي انا اروح على شغلك. يلا راسي راسي عمي. سلم عمي سلم الله يرضى عليك. يعني لو ما اجى بمعيتك يا حكيم بحياتي ما بحكي معه. ايه قول الله بقى مرزوق الله يرضى عليك. قول الله عبده شاب بيعجبك بيعجبك مش كان ما غلط ما بيتعلم لبس الرجال مو هيك القصور. اهلين ابو عصام. على راسي والله ابو مرزوق. بس في ايدي عند منك طلب. ها مور ابو عصام. اخي ايش كان عبده تاخر بالدفع له بينك وبينه وصلوا من صاحبه انا دفيه اخي. علي جيره ما عاد اخذه لا منك ولا منه انا سامحته خلاص. ايه ها الله يرضى